بقول يا بنتي انت بذرة فاسدة، بذرة شيطانية ألقاها البعض هنا في الأرض المصرية لتنبت شياطين. رجعت أمريكا تاني بتشتم مصر بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين قالت بعد كده ان احنا يوم 13، ده بتحدد كمان يوم 13 مارس هنروح للاجتماع مع الإدارة الأمريكية لتشويه تركيز بقى الانتخابات المصرية الحالية. يعني هي في الفيديو الأولاني قالت احنا دورنا مش هنقعد ساكتين ومش هنبقى متكتفين الأيادي، لازم نتكلم ونفضح مصر.